بعد توقيع ثاني حذر. تفضل، هذا مشروع الدواجن، اعتمد الميزانية. وهذا مشروع جسر الدائري التاسع عند التقاطع المؤدي إلى الصبية. زين هذا ما خلصنا منه، وشاليهات أم مراد مصار عليها؟ ردمناها من زمان وبنسويها فندق عائم. والله عيني عليك باردة، كل هالشغل عليك؟ بعد ما شفتي شيء، هذا مجرد تسالي بس كذي. أنا ماني عارفة شلون أجازيك على هالخدمات الجليلة اللي تقدمها نحوي. ألو؟ أهلا، أدمون مدير البنك؟ أعطني. هلو أدمون. أيوة. لحظة عزيزي، أنت موقع تشيكات غير اللي وقعتهم أمس؟ تشيكات؟ إيه في كم تشيك بس ما أثبت مبالغهم بالضبط. أدمون كم المبلغ؟ 20,000؟ من باسمه؟ مؤسسة الرمال الناعمة؟ لحظة. إيه تذكرت. هذه دفعة من قيمة الكمبيوتر اللي جايبينه للشركة. ألو أدمون. إيه ما يخالف عيني. خلي التشيك يسرسح. باي.